حمدان والبتول اكتسبوا حب العطاء من أبويهم. لديهم مواهب فردية مختلفة، ولكن يجتمعون في حب العمل التطوعي. رغم صغر سنهم قدموا ورش تدريبية علمية تثقيفية للأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب حمدان عبد الرحمن النقبي، عمري 8 سنوات. أنا أحب الأعمال التطوعية لأن نساعد الناس. أمي وأبوي علموني الأعمال التطوعية. السلام عليكم، أنا الطالبة البتول، عمري 7 سنوات. أحب أعمال التطوعية وأحب مساعدة الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج عطاء. طبعا حب العمل الخيري والعمل التطوعي لم يقتصر فقط على الكبار، وإنما امتد أيضا إلى الصغار، حيث غرس الآباء في أبنائهم العمل التطوعي والعمل الإنساني في تقديم قيم العطاء الإنسانية الثقافية. اليوم من المنطقة الشرقية تحديدا راح تعرف معاكم على الأجيال القادمة في حب العطاء وزرعهم القيم الإنسانية مع أطفال متطوعين في المجال الثقافي ومجال دعم الثقافة. راح تعرف إن شاء الله اليوم معاكم مع حمدان بتول في الجانب التطوعي، خلكم معنا. طبعا مشاهدينا الكرام موجودين الحين مع حمدان وبتول في تقديمهم ايضا الى العمل التطوعي والجانب التطوعي اللي يقدمونه من خلال تقديم الورش الافتراضيه وكذلك الجلسات الافتراضيه اللي دائما يقدمونها من خلال العمل الخيري الثقافي اللي دائما تعودوا عليه ابناء زايد في زرع هذه القيمه في الاجيال القادمه، من خلال ايضا تقديم هذه الاعمال التطوعيه والمساهمات التطوعيه اللي دائما نراها من المتطوعين الاطفال. حمدان شحالك؟ زين الحمد لله. تمام. صف كم حمدان؟ ثالث. صف ثالث. بتول؟ نعم. شو اخبارك؟ زينه. صف كم؟ اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين. اكيد منو اشطر، انت ولا حمدان؟ نفس الشيء مستواكم نفس الشيء. زين اليوم بنشوف منو اشطر، اليوم نسوي منافسه في العمل التطوعي. تمام. حمدان تحب العمل التطوعي؟ وايد. طيب حمدان منو اللي يحببك في العمل التطوعي؟ امي وابوي يشاركون في الاعمال التطوعيه. انت شفتهم وهم يشاركون فحبيت تسوي نفسهم صح؟ صح. بتول تحبين الأعمال التطوعية؟ وايد. إنزين شو الأشياء اللي شاركتي فيها في المدرسة وسويتيها في الأعمال التطوعية؟ إن نشارك أشياء وايد حلوة. مثل شو؟ فنون الرسم. تحديات. ونصنع أشياء. حلو. وتشاركون فيها في الأعمال التطوعية. حمدان؟ نفس الشيء لكن في أشياء أكثر. يعني مثلاً عندنا تحديات أكثر. يعني نقدم وايد ورش. تقدمون الورش وايد مع المدرسة وبعد يعني روحكم مرات تقدمونها أنها تكون شيء تطوعي صح؟ صح. اليوم شو بتسوون؟ شو بنقدم اليوم الورشة اللي بنسويها؟ ورشة تحت الماي. هي. أعماق البحار. راح تقدمون هذه الورشة. هي. إنزين نبدأ؟ نبدأ. يلا شو أول شيء بتسوونه؟ أول شيء راح ناخذ هذا القلم. راح بس نرسم على الخط هذه عشان يوم القرش والاسماك وشي الاشياء اللي بعدين ما بيكون ظلام بيطلع ليت تحت البحر صح؟ ايه. زين يلا نسوي اول شيء. شو اول شيء تسوونه؟ اول شيء نلون القرش. نلون القرش. زين حمدان انت شو بتلون؟ انا؟ ها؟ الكنز. يلا اعطينا الالوان بتول. قصدي بلون الاخطبوط. يلا بنشوف اي لون بتلون الاخطبوط؟ برجماني وأزرق. يلا نشوف نبدأ.
طبعا مشاهدينا، هذه النماذج اللي نشوفها من أبناء زايد في العمل الإنساني والتطوعي اللي دائما يقدمونه في حب العطاء، في حب زرع القيم ورسالة العمل الخيري والتطوعي. في اليوم أسمى هذه الصور اللي نراها من خلال الورش البسيطة اللي قدموها الأطفال في حب العمل التطوعي، الرسالة البسيطة اللي تنقل من قبل الأطفال للعمل التطوعي وحب العطاء. بالتأكيد اليوم يعني حمدان وبتول هم من ضمن الأشخاص اللي دائما يساهمون في الأعمال التطوعية، في زرع العمل التطوعي وقيمة العطاء في دولة الإمارات. هذه الرسالة اللي دائما ننقلها للعالم من خلال العطاء وخلال العمل التطوعي، زرع هذه الجذور من خلال حب أيضا التطوع والعطاء والقيمة التطوعية والرسالة التطوعية لأبناء زايد. شو المادة اللي بتسوونها الحين؟ مادة علمية. شو هي؟ أعماق البحار. أوكي، كيف نسويها؟ كيف نبدأ فيها؟ نبدأ أول شيء نخطط هذا الأسماك والقروش بالقلم الأسود، بعدين نبدأ نلون. إنزين نعرف بعد نسوي نصور المادة صح؟ صح. إنزين نبدأ. نخلص ويوم نخلص نقص الفلاش لايت. بعدين لما نخلص نقص الفلاش لايت نلونه. بعدين لما نخلص نحط الورقة السوداء داخل الورقة الشفافية، وبعدين نحط الفلاش لايت داخل الورقة. شكرا لكم. يعطيكم العافية بتقول حمدان. هذه الرسمة صح؟ اللي اسمها شو اسمها؟ في أعماق البحار. في أعماق البحار، يعني هي شغلتوا فيها الليت وعلى أساس إنه يكون في أعماق البحار تكون الإضاءة موجودة صح؟ صح. وتعرفوا عرفنا الناس كيف الأدوات اللي نستخدمها وشو الطريقة اللي نستخدمها صح؟ صح. ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية وشطار. الحين راح نروح بعد نتعرف على الورشة الثانية مع أمكم إن شاء الله. تمام؟ تمام. يلا نروح. يلا. يلا. طبعا مشاهدينا اتجهنا مع حمدان وبتول الى الجانب الاخر، الجانب الثقافي وجلسه القراءه اللي دائما يقوم فيها، وايضا حمدان راح تكون معانا وتعرفنا على القيمه اللي زرعتها في حمدان وبتول من قيمه العطاء والتطوع. فمحمدان يعني ما شاء الله نشوف عندك هذه الثمره الطيبه حمدان وبتول في قيمه العطاء، قيمه العمل التطوعي، فكيف زرعتي فيهم هذه القيمه؟ طبعا في البدايه مثل هذه الاشياء المهمه اللي ممكن احنا نتكلم عنها هي فعلا ضرورية لكل الأشخاص اللي متواجدين في هاي الأرض الطيبة. يعني نحن نقول أول شيء لازم نحن كآباء أو أولياء أمور المفروض نحن نثقف أعمارنا في البداية على أساس أن نعرف، بالتالي راح يكون عندنا نشء وجيل راح نبني. فمن بداية نحن نثقف أعمارنا ونغرس في نفسنا هذا الشيء، بالتالي شيء طبيعي أن هالشيء راح يكون مثل الروتين اللي نحن راح نغرس فيه الأجيال القادمة وأبنائنا. ممتاز. طيب الحين يعني في جانب معين هم راح يقومون فيه من الجانب التثقيفي، في طبعا الزاوية الثقافية أكيد عندهم في بعض الكتب اللي هم دائما يحبون يطلعون عليها ويقرونها. هي أكيد هم طبعا لهم كتبهم الخاصة للأطفال، بس دائما أشوفهم إنه يرجعون لي يقولون ماما نبغى نشوف الكتب اللي عندك، كتب الكبار مثل ما يقولون. فأنا عندي كتاب عن التطوع بتقول تعرفينه صح؟ تروحين تبينه؟ يلا
الكتاب دائما يعني هم اللي يحبون يقرونه دائما خاص بالتطور. انا اشوف صراحه هذا الكتاب هو يمكن الهمهم، كان ملهم. طبعا كثير المجالات اللي تلهمنا، بس لكن مثل ما تقول لما يكون عندك شيء بين يدينك، شيء انت تقرا ودائما تعزز هذا الشيء من فكر، من ثقافه، من مناقشه في اجواء صح. البيت، هالشيء يكون مثل الهام لك انت على اساس انه تمارس هذا الشيء وتفكر باشياء مستقبليه، شو ممكن تطور في الاعمال التطوعيه اللي ممكن تشارك فيها. صح. طيب الحين منو راح يقرا؟ بتقول لحمدان. حمدان. حمدان يلا حمدان، تاخذنا جزئيه تقراها. يلا سمعنا شو بتقرا. التطوع كلمه يزداد بريقها في المجتمع بعد كل مناسبه، ويلهب المتطوعون اكف الناس بالتصفيق تقديرا لهم. يعطيك العافيه. شكرا. شكرا لك انت ولبتول وحمدان، يعطيكم العافيه. يعني ما شاء الله بالفعل يعني نموذج مشرف لاطفال الامارات اليوم في العمل التطوعي، في الجانب التطوعي اللي يقدمونه ورساله الامارات في العمل التطوعي. يعطيك العافيه على هذه التربيه. الله يعافيكم ويجزاكم الله خير وما تقصرون. الله يسلمك. شكرا بتول. عفوا. شكرا حمدان. العفو. يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا هذه هي رسالة الإمارات في العمل التطوعي في زرع قيمة حب العطاء والتطوع وتقديم الجانب الخيري في دولة الإمارات. اليوم أبناء الإمارات صغارا وكبار يقدمون العمل التطوعي والجانب الإنساني المشرف لهذه الدولة من أبناء زايد. شفنا هذه النماذج المشرفة، استمتعت بالمشاركة مع أطفال من الإمارات يقدمون عمل تطوعي ورسالة تطوعية تنقل رسالة الإمارات إلى العالم. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.